لكتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا قال يقول له يبتعد عن نساء آخر يرى ما لا نرى ماذا ترى من جاءك من يقف أمامه خارج البدن يريد يقتل أو يأخذ خان قوي يسب ربنا الآن يدفع بيدي يقول له قيف قيف خلاص قل يذهب لا يؤذيني وأخذ نمشي القتل نمشي الشيطان الملك ها قلتها لك أم لا قد قل لي أنتم كلكم سحر أنت والمؤمنون وربكم سحر صح أم لا ها من السفر الآن شكون اللي سفر شكون اللي سفر أنا 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 اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا بالإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين اللهم اشف المسلمين اللهم احفظ المسلمين اللهم اشف المسلمات واحفظ المسلمات يا ذا الجلال والإكرام ومن قدم خيرا للإسلام والمسلمين والمسلمات فزده خيرا ووفقه لكل خير يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين أسمعت نواصل نزيد نواصل ها فين يمشي فين يمشي شكون هما اللي معك في البدن خارج البدن إن كان ما تقوله حقا أسأل الله أن يثيبهم خيرا أنا تكلم بكلام شرعي حتى لا نرمى إن كان ما تقوله حقا فأسأل الله أن يرفع قدرهم حقا وأن يعزهم أن يعزهم الله جل وعلا أسأل الله إن كان ما تقول قد رأيتك تعذب رأيتك وأنت تستخف بالله وبكلام الله وبالمؤمنين ورأيناك وأنت تعذب أسأل الله أن يرزقنا المدد ملائكة وطيبين وخلقا مؤمنين آمين وما يريك وما ذلك على الله العزيز وأن تسير ويكون عن يمينك وعن شمالك ملك تحفظك وخلق طيب خلق المؤمنون طيبون يحفظونك لأمر الله ما أجمل هذا يدفعون عنك الشر والإثم والفسق والفجور والرفقة السيئة والصحبة الخبيثة ناكرة المنافقة يدفعون عنك ما لا تعلم أو ما لا ترى بأمر من الذي يعلم ويرى ما أجملها ملائكة الله وخلق من الله
فهذا فضل عظيم يساق إليك، لا شرك فيه ولا كفر فيه، وقلبك معلق بعرش الرحمن بقدرة القادر الله جل وعلا، تسأله وترجوه وتدعوه، وقلبك له سبحانه، وجوارحك معه سبحانه، وهيأ لك في الغيب ما لا تعلم، يدبون عنك ويحفظونك وينصرونك، هذا فضل من الله يساق، خير من الله يساق بميزان الشرع والعلم والفهم والسلوك والإيمان والنور والنجاح والفراسة وبعد النظر بفضل الله عز وجل، هذا فضل يساق. كفى أنك ترى من يعاند ويكابر ذليلا، من يؤذي الناس أصبح مقيدا. قال لي أخذتم قوتي، مع أنهم كانوا معه، لكن قال أنا أغلبهم كل يوم كل مرة وإن كانوا جنود، لكني تعلم أن الراقي له قوة بفضل الله تعالى يعطيها لمن في البدن، أو لعل الله تعالى يعطيه في جلسات الرقية قوة ومددا، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، إن لم يكن الرقى من أهلها فمن؟ فلا بد نحن في ساحة الوغى والقتال، ونسأل الله المعية الدائمة. اسمعني زين، لا نقاتلك لتقتل، وإنما لتهدى وتشفى من الكفر والعناد، فإن أبيت فأنت من جنى على نفسه جناة براقش. ايش بغيتي دابا؟ تسلموا لله، تخرج تخرج. كم سنة وانت فيها؟ مع أن لم نطلب من أي سلقة إلا اليسير، وكفى الله المؤمنين القتال. يا الله، فقط أقولها قاعدة، لا بد أن يرى منا بنو صهيون والجلد الأصفر قوة وعزما وإيمانا، والله يضع السلاح ولا يقدرون، لأنهم أحبوا يحبون الدنيا كما نحب الآخرة. إن كان في المؤمن حقا حب للآخرة، فإن والله إن العدو يأتي خاضع راكع، وبهذا تكسب خيري الدنيا والآخرة، لكن لا بد أن تعي هذا جيدا. اسمع مني، اسمعني ولله، إذا تخرج وإلا نعيد عليك آيات القتال من الأول، ولا زالت هناك آيات كثيرة جدا، آيات كثيرة جدا. مقيدين ومعقودين، شكون هم اللي مقيدين ومعقودين؟ هيا خرج إن شاء الله الآن، نحل قيودك. إذا أنت تطلب المساعدة يعني. كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ كم سنة وأنت فيها؟ تكلم.